جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأيكم فيما ينتشر بين بعض طلاب العلم من الخوض في قضايا سياسية لم يدركوا مآلاتها ومصالحها ومفاسدها؟ الواجب على طالب العلم أن يشتغل بالعلم النافع والعمل الصالح، يكون هذا شغله، ولا يشتغل بشيء لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الكلام في السياسة، هل أنت ستعدل السياسة؟ ما لك قدرة على تعديل السياسة، وعلى فالكلام فيها يثير الفتنة أيضا ويثير شرا، وليس لك قدرة في تعديلها أو نعم.